باب التعزير. التعزير هو التأديب، وهو في حقيقته المنع. عزرت فلان، منعته، إما منعته من فعل شيء أو منعته من أن يؤذى. والأصل فيه التأديب، وهو عقوبة شرعية لما ليس فيه حد، لأن العقوبات إما أن تكون فيها حدود كالسرقة والقتل وشرب الخمر وغيرها، فيها حدود. وهناك معاصي ليس فيها حدود، كعقوق الوالدين والسب والإهانة والظلم وغير ذلك، هذه ما فيها حدود لكن فيها تأديب، يؤدب فاعلها. فهذا هو التعزير. فالتعزير هو التأديب، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا الضرب ليس عقوبة، وإنه من باب التأديب. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من منعنا زكاة ماله فإنا آخذوها منه ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا. آخذوها منه، لأن الزكاة ركن ويجب أن يدفعها، لكن قوله ونصف ماله، يعني ونأخذ نصف ماله، هذه عقوبة تعزيرية. فالتعزير عقوبة تأديبية يقدرها القاضي. القاضي يقدر هذه العقوبة، وهي تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأفعال، لأنها تقديرية في النهاية يقدرها القاضي. قد تكون في يعني مع بعض الناس تأنيب فقط، يقال له فعلت كذا وكذا، لا تستحي، استحي على وجهك، استحي من الله، استحي من الناس، لا يليق بمثلك. هذه كلمات تقتله أحيانا، بعض الناس تقتله الكلمة، يعني يقول لو ضربتني 100 صوت أهم أخف علي من هذا الكلام، فيكون أحيانا بالكلام، وأحيانا يكون التعزير بالضرب، وأحيانا يكون التعزير بالغرامة المالية، وقد يكون التعزير أحيانا بالسجن. فهذا يرجع إلى تقدير القاضي بحسب ما أتى من خطأ، فيقدر القاضي عقوبة معينة لهذا الإنسان، يعزره أن يمنعه من تكرارها أو يؤدبه على فعلها. فهذا هو التعزير. قال: يجب في كل معصية لا حد فيها. يجب التعزير لأنه كما قلنا عقوبة شرعية، ولكنه قد يكتفي القاضي بتوجيه اللوم فقط، ولكن هذا أيضا تعزير كما قلنا، هذا تعزير. بعض الناس بتوجيه اللوم له يعني يكون تعزيرا شديدا بالنسبة له، خاصة أنه لا يستطيع أن يرد لأنه يعني مذنب فلا يستطيع أن يرد. قال: ولا كفارة، أي لا حد فيها ولا كفارة. كفارة مثل كفارة القتل الخطأ مثلا، كفارة من أتى امرأته في نهار رمضان، هذه فيها كفارات، ما فيها تعزير، وإنما التعزير فيما ليس فيه كفارة، مثل من سرق مثلا لكن لم تكمل شروط السرقة، كان سرق دون ربع دينار مثلا كما سيأتينا إن شاء الله في حد السرقة، مثلا من شتم والديه، من شهد شهادة زور مثلا، هذه ما فيها عقوبات شرعية مقدرة، وإنما يعزر فاعل ذلك، من يؤذي جيرانه مثلا، كل هؤلاء يعني يعزرون بما يكون مناسبا لأمثالهم، من مثلا قبل امرأة لكن لم يصل إلى الزنا، لقي امرأة قبلها أو لمسها مثلا، هذا له زاني وله كذا، لكن يعزر، يؤدب بما يراه القاضي مناسبا. قال: وهو من حقوق الله تعالى، لا يحتاج إلى إقامته إلى مطالبة، لأنها تأديب للمجتمع، فما يحتاج أن يشتكي الإنسان،
يعني رأى مثلا من يقوم بالأمر من المنكر أو الشرطي أو ما شابه ذلك من الأمور أو القاضي، رأى إنسان مثلا سب أحدا أو عق والديه بدون ما يشتكي الوالدان أو الذي سب أو كذا، يقول لا أنت إنسان غير مؤدب فيعاقبه حتى لو لم يرفع عليه قضية. واستثنى بعض أهل العلم كما في المذهب الوالد إذا يعني أخطأ في حقه ابنه، قال لا بد من مطالبة الوالد هنا، لكن غيره لا، الأصل أنه يعزر بما يراه القاضي مناسبا. قال إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة الوالد، لأن الوالد له الحق أن يتنازل هنا عن حقه لأنه حق خالص له، قالوا والوالد مع الولد لأنه من كسبه فاستثني في هذا الأمر. وذهب البعض أنه لا يستثنى الوالد بل يعزر الابن أيضا إذا شتم والده. قال ولا يعزر الوالد بحقوق ولده، يعني إذا قصر الوالد بحقوق ولده أو أخذ بعض أمواله لا يعزر، لأن الولد من كسب أبيه، ولحديث أنت ومالك لأبيك، مع أن الحديث هذا كما ذكرنا مر بنا أن فيه ضعف، أن فيه ضعفا، فلذلك من بنى هذا الحكم بناه على هذا الحديث الذي فيه ضعف وحسنه بعض أهل العلم. نعم.